السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مغربي، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا نحن في مدينة سلا لمتابعة جديد أشغال توسيع الطريق الوطني رقم 1. أشغال تثليث الطريق الوطني رقم 1 الرابطة بين القنيطرة وسلا على مسافة 3.6 كيلومتر. هذه محلات الجزار التي تم هدمها. سوق الجزارة.
إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن يعجبكم. أدعوكم لمشاهدة الفيديوهات الأخرى على قناتي، الفيديوهات ديال الرحلات اللي كنديرها في مختلف المدن المغربية. أتمنى أنكم تشاهدوها تشوفوها وتشاركوها مع أصدقائكم. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.